السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا أسأل بصدق عن ذكر حضرتك حديث أو جابر بن عبد الله حينما اقترض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ميعاد القضاء فزاده الرسول صلى الله عليه وسلم بدون طلب من سيدنا جابر. يعني هل ده كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقضى فقضاني وزادني، من غير اشتراط، بدون طلب؟ طيب، بالقياس إذا شخص فرد عمل كده، إذا هيئة أو بنك عمل كده، يا حبيبي لا تستدل بالحق على الباطل الذي تريد، وأنت تريد تجوز الربا ربا البنوك بهذه الطريقة؟ لا أنا بسأل، هذا اتفاق مبدئي، هذا بس عفوا، هذا الذي تذكره اتفاق مبدئي بين المودعين وبين البنك، اتفاق متفقين على كذا. الذي تسأل عنه أنت ما عليه أي شرط إكرام من رسول الله، ليس بواجب. لا تخلط في الأمور، بارك الله فيك، لا يعبثن بعقلك الشيطان.